عندما لا تقدر ما بين يديك، هذا ما سيحدث لك يوما ما. يوما ما ستعود باحثا عن ذلك الشخص الذي كان مستعدا أن يقاتل العالم لأجلك، وأن يحرق أصابعه العشرة من أجل أن يرى نور ابتسامتك، ولكنك لن تجده أبدا، لأنك أضعته من أجل من أطفأ نور روحك وطيف ابتسامتك. لهذا عدت باحثا عنه. وقتها لن ينفع الندم، لأنك تركت من يحبك من أجل من تحبه، فخسرت هذا وألمك ذاك. قدروا ما بين أيديكم ولا تنظروا لما بين أيدي الآخرين حتى لا تندموا في يوم ما.